سلام سلام مرحبا بكم، الناس الكل في فيديو الاول للاتش تي ام ال. دونك في البدايه نشوفوا ديفينيسيون على الاتش تي ام ال، شنو هو الاتش تي ام ال والسانتاكس نتاع الاتش تي ام ال. يعني الفيديو هذا مهم برشا خاطر انا بتبدا يعني نبدا في الصحيح، يعني كان نشوف الفيديو هذا ان شاء الله. اول حاجه نصحح معلومه اللي الاتش تي ام ال ماهوش لغه بروغراماسيون. دونك الاتش تي ام ال سي كان لونجاج انفورماتيك يوتيليزي سور انترنت بور كريي دي باج ويب. يقول هكا ونحبس هذا ما يكفيش. دونك نكمل ونقول سي تان جاستيمون لي با لونغاج دو بروغراماسيون. دونك سي تان لونغاج دو ميتر اون فورم دو كونتوني. حاجة أخرى يعني مهمة في الاشتيامل، الاشتيامل الديكسيون تاعو تصير كوتي كليون مش كوتي سيرفر. دونك كوتي كليون كيفاش؟ ديبوي نافيغاتور بيان سور. بون تو نقعدو السانتاكس تاع ال HTML، نحل ال سانتاكس. دونك هذي هي الباج تاعي، هذي هو السانتاكس. عندي السانتاكس لما عندي HTML سلاش HTML اللي هي دو سلاش اي دو بودي سلاش بودي تايتل سلاش تايتل. التايتل هذي مش تبع سانتاكس، مي مش تبع سانتاكس، مي متهمنيش أكتر من يهموني لي تروا باليزادون. واضح؟ باهي. في الاتش تي ام ال مكون من دي باليز. دونك هذا نشوفو الفيديو ديجا ان شاء الله. المهم اللي يهمني لنا هو توك السنتكس. دونك نلقى الاتش تي ام ال سلاش اتش تي ام ال في الاخر، معناها تحلت باليز اتش تي ام ال وتسكرت في الاخر. سامحوني. دونك قلت للنافيغاتور لان انا عندي يعني كود اتش تي ام ال باش تصير الديسكسيون عليه. باهي، ما بين ليد و سلاش ليد لان توت سكي اي ما يتشافش ليتيليزاتور هكا تبدا. دونك ابار تايتل بيان سور، خاطر تايتل بيت نعمل اكزومبل على تايتل. مثلا نجي لنا في الفراج هذيا، هذي هي الفراج، هذا هو التايتل. واضح؟ الحاجة الوحيدة اللي تشاف ما بين ليد و سلاش ليد هي ليتيليزاتور. بون لنا ما بين ليد سلاش ليد نحطو توت لي ليان اكسي، قلت لي ليان سي اس اس جي اس اكسيتيرا. حصل ما بين البودي سلاش بودي لنا اي حاجه تكتب من الشاف للوتيليزاتور. واضح؟ ما بين البودي سلاش بودي اي حاجه تكتب من الشاف للوتيليزاتور. بون الاتش تي ام ال دونك كي تعمل كرياسيون دو نوفو باج ويب اتش تي ام ال ما تنساش الاكستنسيون بون اتش تي ام ال. مثلا نعمل نيو فايل، نعمل مثلا نسميها اكي بون هاش ولا تيست بي ام، تيست بون هاش بي ام، ونعمل ريجستري. نعمل ريجستري لل، نعمل ريجستري جديد سيف. دونك نلقى تيست جنا تكتب اسم الباج قبل البون، وبعد البون ما تنساش الاكستنسيون بون هاش تي ام ان. واضح؟ هذه الاكستنسيون تاع الاتش تي ام ال اوبليغاتوار. بون بالنسبه هكا سي بون جونا باهي، معناها تعمل كريزون تاع باج اتش تي ام ال، هذه هي تيست بون اتش تي ام ال. دونك اول حاجه كيما تعمل اتش تي ام ال، دونك نعمل سانتاكس معناها نحدد ونحدد التايب مش وقتها طويله، من بعد نشر الفيديو الجاي. دونك ونلقى سنتكس عفوا هذا، ونبدا نخدم على روحي في الكرياسيون دو باج دو باج ويب. دونك نتقابلوا ان شاء الله في فيديو ثاني اللي ندخلوا فيه ما اهم ان شاء الله. شوفوا لي باليز لي تي لي ولي لي تابلو اي اتسيتيرا. حاصل، استنوا الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمه الله.